هاي الطفلة عمرها 6 شهور، بلشت السادس، معها سوء تغذية كتير ومريضة، يعني من كتر الفقر واللايون، وبدها حليب، ما نقدر اشتري لها حليب، مشان هيك عم تعاني من الجوع، ومعها سوء تغذية الأصحاب درجة يعني صفر، ونحن من كتر هون ما عنا يعني ما عنا شيء هيك ياكل، حتى نحن الأمهات معنا سوء تغذية، معنا فقر دم حاد. وما بس هيك، يعني حليب عم نرضع حليب نشا ومي، والنشا والمي ما بيعوض لا حليب الطوس ولا حليب الامهات، من كثر ما يعني فقيرين وهي ما لنا قدره ناكل احنا، بناكل رز وبرعن هذا كلياته ما في لا حليب ولا في شيء، انا عم اجوع اكثر هسه من بنتي، يعني مشان هيك لا عم اقدر ارضعها ولا عم اقدر، مشان هيك معها سوء تغذيه كثير ضعيف، ويعني اسعاف امبارح اخذوها اسعاف من كثر ما هي جوعانه. من كثر الجوع هاي صايبها سوء تغذية كثير، وعندها الكريات البيض والحمر ما عم تيجي صحة، لأنها من كثر ما عم تجوع هاي ما عم تعطي صحة خالص، وزنها طلع 3 كيلو و200 غرام، وعمرها دخلت ال 6 شهور. هذا عمو للولد اللي توفي، هذا اي عمو من جيلو يا قلبي صار مع سوء تغذية، صار وزن كيلين ونص، 9 شهور عمره 9 شهور صار وزن كيلين ونص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى يعني من اللي بدنا يعني نقدم له الشكوى انه يساعدنا بالحليب، يساعدنا بشيء، والله العظيم ابني خلص 9 شهور رايح يبلش بال10 وعم يعطيني شيء ومي، لانه مالي قدرة انا اجيب له حليب، يعني رايح يخلص 9 شهور يبلش يعني يومين 3 يبلش بال10 شهور، مالي قدرة اجيب له حليب، يعني اللي بعمر ابني هلا عم يمشي بالشارع برا. وبنتمنى من رب العالمين دخيل اسمه الكريم يفرجها علينا ويلاقي مساعد يعيننا نجيب له حليب لهالصغير، لانه نشا والمي ما عم يقيته، اخذته على المشفى بن سينا قالوا لي هالصغير من نشا والمي مكلس على مصارينه، يعني ما راح يعطي صحه، وطلع معه امتصاص سكر يعني كمان من النشا، يعني هلا من 4 5 ايام توفى ولد بسبب سوء تغذيه، يعني كمان دخلوه اهل المشفى طلع معه سوء تغذيه، ما بيضل يومين والثالث دق على اهله انه الصغير توفيت على جيبه بسبب سوء التغذيه، يعني كل ماله الولد على انقسمه وعلى الزود، يعني بسبب النشا والمي، لانه ما عم يقيت ولا ولد النشا والمي، لو احنا هون يعني اللي قاعدين بالخيم يعني ما لنا قدر نروح نجيب حليب. اجت لهون طبيه حالونا على مشفى معرض مصريين، واجا اخذونا الجماعه بيديهم يعني، وقام طلع فيهم سوء تغذيه واعطوني هذا الحليب، هلا قام اعطيها منه وان شاء الله بتنتهي الصحه يعني. ونحن ما نقدر نشتري لها حليب، مشان هيك عم نركض فيها لهون ولهون، وان شاء الله الله يجزيكم الخير وتتبرعوا لنا لهالاطفال بحليب، يعني احسن ما يموتوا، ترى نحن كلنا هون اطفالنا كلها عم تموتوا من الجوع من سوء التغذيه. رحنا على الدكتور واعطانا هذا الحليب، لانه غالي كثير وما لي قدره انا خاصه اشتريه، هون الكل المخيم ما لنا قدره نشتريه، لان المخيم هون سوق كثير، فقر كثير زياده عن اللزوم، بس اضطريت اشتريه لانه بنتي صارت مرحله الخطر، اشتريناه غصبا عنا يعني انجبرنا، والله يكثر خير المتبرعين. هاي الطفلة شايفة عمرها صار راح تطبخ يعني أقل من سنة، يعني لحد الآن من قلة الحليب والشغلات هاي من الرز والمي ذبحنا الأطفال ذبح، يعني شو بدي أقول لك، نحن ناطرين إنه شيء منظمة تجي تدعمنا بحليب، إنه كل شهر تأمننا حليب لهالأطفال، قديش مثلا كل طفل بيستهلك حليب تأمننا إياه، يعني أطفالنا بالمخيم مثل ما شفت يعني معدومين، فيك تصور لي بس الطفل هذا
الطفل لك وكمان لك كمان معدومين اطفالنا كلها بالمخيم معدومين خالص اطفالنا. نتمنى ان صوتنا يوصل مثلا لاهل الخير وما ينسونا كل شيء. يعني مخيمنا سيء من كل شيء كل شيء. الامهات ما تفضل على الاطفال. ليش؟ لان ما في تغذيه عندنا. احنا بالاساس مخيم ما في تغذيه. مخيمنا معدوم خالص. يعني ما عم نشوف شيء بالمخيم خالص. شفت عينا خيمنا سيئه وشوب انه عم نعطي مثلا الطفل مثلا هذا الطفل بده حليب ايش بنعطيه؟ بنعطيه رز بمي او نشي. هذا السبب. هذا اكبر سبب ليدمر الطفل ويقتله. يعني هذا السبب يعني كبير. يعني ايش النشي والمي يعني سم للطفل بس كان نعطيه مشان يسكر جوعته لا اكثر ولا اقل. بس بالنهايه هو مرض للطفل بسكر جوعته شوي بس عباره عن مرض عم يطلع مرض عليه للطفل. شلون استاذ؟ يعني ايش النشي والمي بدي يعمل مثلا نشي ومي؟ اعتبر البني ادم بيقدر يعيش على المي؟ ما بيقدر يعيش على المي. وهي الاطفال لك يعني وضعها سيء كثير. يعني مثل هاي بنتي انا لازم اكون هلا عم تمشي برا مع الاطفال. ما فيها حيل خالص من قله التغذيه. شكرا لكم. هذا الحليب الدايم مو هيك؟ نفتقر هون بالمخيم لوضع صحي سيء. يعني عندنا أطفال مثل الطفل هاي صار عمره سنتين. يعني لك على وضعه. يعني عندنا سوء تغذية كبير بهالمخيم. في عندنا طفل بسبب سوء التغذية توفى عمره سنة وتوفى لأنه أهله ما عندهم قدرة على شراء الحليب. وعندنا أطفال يعني مثل ما شفتوا أستاذنا كريم دكتور المخيم شفتوا في عندنا أطفال كثيرين بهالحالات هاي. أهاليهم الله يكون في العون. نحن هون المهجرين ما في عندنا قدرة إنه نشتري طاسة الحليب. هل يكون حقها 30,000 أو 15,000 أو 20,000. وضعنا الصحي هون يعني بشكل عام معدوم على الخالص سيء بالنسبة للأطفال وبالنسبة للرعاية الصحية. لك هاي الطفلة عمرها سنتين يعني وأبوها عم يطلع من الصبحيات المغربيات عم بيشتغل بألفيرا سوري عتال بسوق الهاد. ما عنده قدرة والله يجيب طاسة حليب كنا حقها 15,000 أو 20,000. الله يعطيكم العافية وجزاكم الله خير.